كافة الأخوة والأخوات الحضور في هذه المحاضرة ورشة العمل اللي يقيمها الرابطة العربية لعلوم المواد والنانو تكنولوجي بالتعاون مع جامعة بابل من خلال الدكتورة نسرين كاظم راضي والدكتورة والدكتورة حورة أجواد. عنوان محاضرتنا لهذا اليوم اللي هو الابليكيشن اوف نانو تكنولوجي ان فود بروسيسنج اند باكجينج. تفضلوا دكتورة عين وراحتكم. نعم دكتور. تفضلي دكتورة سما. معكم الدكتورة سما جواد الزويني من جامعة بابل من كلية العلوم للبنات قسم البيولوجي، دكتورة نانو بايوتكنولوجي من جامعة طهران. ورحب بالسادة الحضور ورحب بالسادة القائمين على هذا العمل، مشكورين لكم من جزيل الشكر. محاضرتنا لهذا اليوم تتحدث عن الـ Application of Nanotechnology in Food Processing and Packaging، أي بالمقصود أنه تطبيقات النانو تكنولوجي في صناعة الأغذية وفي عملية تغليف وتعليب الأغذية. نعطي بالبداية فد مقدمة بسيطة عن الموضوع. بالنسبة إلى النانو تكنولوجي أو أحدثت الابتكارات الحديثة في تكنولوجيا النانو تحولاً في عدد من المجالات العلمية والصناعية بما في ذلك صناعة الأغذية، حيث ظهرت تطبيقات تكنولوجيا النانو مع الحاجة المتزايدة لاستخدام الجسيمات النانوية في مختلف مجالات علوم الأغذية وكذلك علم الأحياء الدقيقة للأغذية بما في ذلك الفود بروسيسنج أو معالجة الأغذية، تغليف المواد الغذائية، تطوير الأغذية الوظيفية، سلامة الأغذية، والكشف أيضاً عن مسببات الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية، وإطالة العمر الافتراضي للأغذية أو المنتجات الغذائية. على مدى العقود القليلة الماضية تم اعتبار تقنية النانو بشكل متزايد على أنها تقنية جذابة أحدثت ثورة في قطاع الأغذية. طبعاً إنها تقنية بمقياس النانو تتعامل مع الذرات أو الجزيئات أو الجزيئات الكبيرة اللي هي تتراوح بحجم من 1 إلى 100 نانو متر تقريباً لإنشاء واستخدام مواد لها خصائص جديدة. نلاحظ أن هاي المواد لها خصائص فريدة على عكس نظيرتها الكبيرة بسبب ارتفاع نسبة السطح إلى الحجم. أيضاً تمتلك الكثير من الخصائص الأخرى الفيزيوكيميائية جديدة مثل اللون، القابلية للذوبان، القوة، الانتشار، السمنية، المغناطيسية، البصرية، الديناميكية الحرارية وغيرها. أحدثت تقنية النانو ثورة صناعية جديدة بحيث يهتم كل من العفو أكو مشاركة من الشاشة؟ أكيد ما ظهر عندي مشاركة من الشاشة. لا موجودة، البقية موجودة عندكم المشاركة؟ البقية دي يظهر عندهم الشير بلا زحمة أحد يجاوب. اي نعم موجودة دكتورة، موجودة دكتورة عيني ظاهر الأمور ما اشكال تفضل. اوكي بالنسبة إلى تقنية النانو أحدثت ثورة صناعية جديدة يهتم بها كل من البلدان المتقدمة والنامية بالاستثمار بشكل أكبر في هذه التكنولوجيا. لذلك وفرت تقنية النانو مجموعة واسعة من الفرص لتطوير وتطبيق الهياكل والمواد والأنظمة ذات الخصائص الجديدة في مجالات مختلفة مثل الزراعة، الغذاء، الطب وإلى غيرها. استخدمت تقنية النانو في تغليف الأغذية. لماذا؟ وذلك لتحسين عمليات التعبئة والتغليف. كيف؟ طبعاً من خلال تحسين خصائص الأغلفة المسربة للغاز، كذلك تعمل على زيادة مقاومة درجات الحرارة العالية والرطوبة خلال عملية الباكينج أو التغليف. امتازت الجسيمات النانوية بالخصائص التالية: تمتاز على أنتي مايكروبيوم أي الخاصية المضادة للميكروبات، مما ساعد في تطوير العبوات الذكية لاستشعار التغييرات الكيميائية الحيوية أو الميكروبية في الطعام، كذلك الكشف عن مسببات الأمراض واستخدامها كأداة لمتابعة المنتوج من أجل سلامة الأغذية وتجنب حالات الغش في الأغذية. بما السؤال الآن يطرح نفسه، why النانو فود؟ لماذا تقنية النانو في معالجة الأغذية؟ دكتورة انتقلي للشريحة اللي بعدها. دكتورة سما انتقلي. نعم. ما طلعت. أوكي. تم تطوير المكونات الغذائية ذات البنى النانوية باعتبارها أنها توفر طعم وملمس واتساق محسن، بحيث تعمل تقنية النانو على زيادة العمر الافتراضي لأنواع مختلفة من المواد الغذائية و
وساعدت أيضا في تقليل حجم المفقود من الطعام بسبب الإصابات الميكروبية. استخدمت ناقلات النانو في الوقت الحاضر كنظم توصيل لنقل المضافات الغذائية في المنتجات الغذائية دون الإخلال بمورفولوجيتها الأساسية. نعم، قد يؤثر حجم الجسيمات بشكل مباشر على توصيل أي مركب نشط بيولوجياً إلى مواقع مختلفة داخل الجسم، حيث لوحظ أنه في بعض الخلايا يمكن فقط امتصاص الجسيمات النانوية اللي هي دون المايكرون بكفاءة، ولكن ليس الجسيمات الدقيقة ذات الحجم الأكبر من ذلك. من المفروض أن يحتوي نظام التسليم المثالي على الخصائص التالية، وهي أن يكون قادر على توصيل المركب النشط بدقة في المكان المستهدف، بالإضافة إلى ضمان التوافر في وقت مستهدف ومعدل محدد، ويكون فعال للحفاظ على المركبات النشطة عند مستويات مناسبة لفترات طويلة في حالة التخزين. بالنسبة إلى تقدم تقنية النانو، تقدم تقنية النانو أنظمة توصيل فعالة يتم استخدامها وين؟ بالتغليف بالمستحلبات، بمصفوفات البوليمر الحيوي وما نسميه بالبايوبوليمر، بالسيمبل سوليوشن، بالمحاليل البسيطة، بالغرويات، بحيث تحاول هاي البوليمرات النانوية استبدال المواد التقليدية في تغليف المواد الغذائية. كذلك يمكن أن استخدم البايوسينسر أو ما أسميها بالمستشعرات النانوية لإثبات وجود ملوثات، سموم، فطريات، كائنات حية دقيقة في الطعام. الآن السؤال يطرح نفسه، لماذا أنظمة التغليف النانوية وشو فرقها عن أنظمة التغليف التقليدية؟ طبعاً تتمتع الجسيمات النانوية بخصائص أفضل للتغليف وكفاءة التحرير من أنظمة التغليف التقليدية. أيضاً تخفي كبسولات النانو الروائح أو الأذواق الغير مرغوبة، كذلك تتحكم في تفاعلات المكونة النشطة مع مصفوفة الطعام، وتتحكم في إطلاق العوامل النشطة وتضمن توافرها في وقت مستهدف ومعدل محدد، وتحميها من الرطوبة والحرارة والمواد الكيميائية، تدهور البيولوجي أثناء المعالجة والتخزين والاستخدام، كذلك يظهر التوافق مع المركبات الأخرى في النظام. علاوة على ذلك أن هاي الأنظمة تمتلك أنظمة التوصيل على اختراق الأنسجة بعمق نظرا لصغر حجمها، وبالتالي راح تسمح بالوصول الفعال للمركب النشط إلى المواقع المستهدفة في الجسم. تم تطوير العديد من أنظمة توصيل التغليف الاصطناعية والطبيعية القائمة على البوليمرات، ليش؟ لتحسين التوافر البيولوجي والحفاظ على المكونات الغذائية النشطة. تكمن أهمية تكنولوجيا النانو في معالجة الأغذية من خلال استخدامها أو تحسينها لنسيج الغذاء، لمظهر الغذاء، لطعم الغذاء، للقيمة الغذائية ولمدة صلاحية الطعام. إنها حقيقة واقعة أن تقنية النانو بشكل مدهش لا تلامس فقط جميع الجوانب المذكورة أعلى، ولكنها أحدثت أيضا تغييرات كبيرة في المنتجات الغذائية، مما يوفر لنا صفات جديدة. أنتقل إلى ما يخص الأبليكيشن of nanotechnology in food industry، يعني تطبيقات النانوتكنولوجي في الصناعة الغذائية، اللي هي شنو تتضمن؟ فد محورين أساسية استخدمناها بالفود بروسيسينج واستخدمناها بالفود باكيجينج. فيما يخص استخدام النانوتكنولوجي بالفود بروسيسينج، استخدام الأنتي كيكينج أجنت اللي تساعد بالحفاظ على الكونسيستنسي أو فود، يعني شنو؟ تحافظ على تناسق المادة وتمنع هاي التكتلات اللي تصير بالمادة اللي هي غير مرغوبة بها، بحيث تنطيها شكل وقوام جميل. إضافة إلى استخدام النانو أديتيف، هذه حسنت من النتريشن فاليو أو فود، يعني حسنت أو عززت من القيمة الغذائية من الطعام. واستخدام الجيلاتين أجنت، هذه حسنت من التكستشر أو أسميه القوام، استخدام المواد الجيلاتينية انطت فد قوام مرغوب للأغذية. واستخدام النانو كابسوليشن أو ما أسميها بالنانو كارير، هذه حتى تنطيني أو تحافظ عليمن على الأروما، رائحة الطعام، على نكهة الطعام، والحفاظ على المكونات الأخرى للطعام بشكل يكون مرغوب جدا للمستخدم. فيما يخص الفود باكيجينج أو في تغليف تطبيقات النانو تكنولوجي بتغليف الأطعمة،
استخدام النانو بارتيكلز اللي هي تزيد من الفيزيكال بيرفورمانس اوف فود، واستخدام الاكتيف باكجينج يعني شنو استخدام الاغشيه التغليف او مواد التغليف اللي تمتاز بخاصيه الانتي مايكروبيال ايجنتس، بالاضافه الى استخدام السمارت باكجينج. السمارت باكجينج شنو؟ هذه الاغلفه اللي تتمتع بخاصيه النانو بايو سنسر، يعني شنو؟ يعني اغلفه بها انديكيتورات تنطيني فد مؤشرات معينه تدل على انه اكو شنو فد باثوجين في الاطعمه، او تنطيني انديكيتور على انه هذا الطعام قد انتهت مده صلاحيته، بحيث من خلال تغيير اللون، تغيير الرائحه، المهم يعني بالنتيجه انه هذه راح تكون حساسة، بحيث تنطي فد مؤشرات تحافظ على سلامة الغذاء وتحمي المستهلك من عمليات الغش في الأغذية. أنتقل إلى الأبليكيشن أو النانو إميرشن، هذه أحد تطبيقات النانو تكنولوجي، ما يسمى بالنانو إميرشن. النانو إميرشن أقصد به المستحلبات النانوية. شنو هي المستحلبات النانوية؟ هي عبارة عن قطرات زيتية تصنع بأحجام نانوية، يعني حجمها يتراوح من 10 إلى 100 نانومتر. هذه يتم تعليقها في أوساط مائية بحيث تنطيني أنظمة غروية تكون مستقرة ديناميكياً. أستخدم مثل هاي المستحلبات النانوية في تطوير أغشية التغليف القابلة للتحلل الحيوي، وأيضاً لتحسين جودة الغذاء، تحسين الخصائص الوظيفية والقيمة الغذائية ومدة صلاحية الأطعمة. فيما يخص، أتطرق إلى موضوع السلامة، قضية السلامة من حيث استخدام النانو تكنولوجي في الطعام، هي قضية مهمة جدا، لأن أكو مخاوف كبيرة وقلة تقابلها قلة دراسة وقلة بحث في هذا الموضوع. إلى جانب الكثير من مزايا تقنية النانو لصناعة الأغذية، لا يمكن إهمال قضية السلامة المرتبطة بالمادة النانوية، بحيث ناقش العديد من الباحثين مخاوف السلامة المرتبطة بالمواد النانوية، مع التركيز على إمكانية انتقال الجسيمات النانوية من مواد التعبئة والتغليف إلى الطعام، وبالتالي تأثيرها على صحة المستهلك، على الرغم من اعتبار أن المادة على أنها مادة آمنة بشكل عام. يجب الحصول على دراسات إضافية لفحص مخاطر نظائرها النانوية. ليش؟ لأنه هاي الخصائص الكيميائية في النانو تختلف تماماً عن تلك الموجودة وين بالجزيئات الكبيرة. فيما يخص سلامة المستهلك أيضاً للمادة النانوية المتفاعلة مع الأغذية، من المهم جداً تقييم ودراسة المخاطر المحتملة، علماً بأن هناك عدد قليل من الدراسات المتعلقة بآثار المواد النانوية على جسم الإنسان. درس مجموعة من الباحثين، يعني هذه for example كمثال، انتقال الأيونات أو جسيمات الفضة من 3 أنواع مختلفة من المركبات النانوية إلى المواد الغذائية. لاحظوا أنه أيونات الفضة قد هاجرت إلى المادة الغذائية فعلاً، علاوة على ذلك أن المواد الغذائية الحامضية أيضاً تزيد من انتقال الأيونات، كذلك الحرارة وأفران المايكروويف أيضاً تساعد على زيادة انتقال وهجرة هاي الأيونات. باحثين جماعة أخرى من الباحثين لاحظوا أنه هجرة وانتقال الأيونات تحدد من خلال آليتين مختلفتين، وهي أنه من خلال إما من خلال انفصال الجسيمات النانوية الفضية على المركبات، أو من خلال عمليات الانحلال التأكسدي لأيونات الفضة. علم آخر درس هجرة أيونات الفضة والنحاس من المركبات النانوية، والتي تستخدم كأنتي مايكروبيال أو مضادات الميكروبات في تغليف الأغذية، بالإضافة إلى تأثيرها على درجة الحرارة في درسها على هجرة الجسيمات النانوية. ولاحظوا بأن مستوى هجرة أيونات الفضة كان بدرجة أقل من مستوى هجرة أيونات النحاس النانوية إلى المواد الغذائية. طبعا هذا ممكن أن يستفاد منه أو يكون إلى فائدة في صناعة التعبئة والتغليف. إذن تشير هذه الدراسات إلى إمكانية هجرة المواد النانوية إلى المواد الغذائية، مع احتمال أن يرتبط معدل الهجرة بنسبة النانو فيل الموجودة في المادة المركبة، ولا تزال هناك حاجة إلى مزيد من دراسات الهجرة والسمية من أجل ضمان التنمية الآمنة للتكنولوجيا النانوية في صناعة تغليف الأغذية.
الآن أنتقل إلى الدكتورة نسرين لإكمال ما تبقى من محاور محاضرتنا لهذا اليوم. تفضلي دكتورة. بس دكتورة الشريحة الجديدة النانو إنكابسوليشن. السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتورة نسرين كاظم، أستاذ مذاعد كلية علوم للبنات جامعة بابل، دكتورة من جامعة الكوفة، اختصاصي أحياء مجرية غذائية. قبل ما نبلش بتطبيقات النانو بالأغذية، لابد أن نتعرف على تعريف علم الأغذية والمشروبات. علم الأغذية والمشروبات هو دراسة خصائص القصائص الفيزيائية والكيميائية والحسية للأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى الطرق المستخدمة لمعالجتها وحفظها وتعبئتها، ويشمل مجموعة واسعة من المواضيع بما في ذلك كيمياء الأغذية وعلم الأحياء الدقيقة للأغذية وهندسة الأغذية والتحليل الحسي، حيث يهدف إلى تحسين الجودة والقيمة الغذائية والعمر الافتراضي الشيلف لايف للمنتجات الغذائية، فضلاً عن تطوير منتجات جديدة ومبتكرة. طرق تحليل الجسيمات النانوية في الأغذية. طرق تحليل الجسيمات النانوية في الأغذية، عندنا عدة طرق، مثل تقنية الأشعة السينية، تستخدم هذه التقنية لتحليل الهياكل النانوية في الأغذية وقياس حجم الجسيمات. الدراسات بالمجهر الإلكتروني نوعين، اللي يشمل الدراسات تشمل الدراسات للصور المجهرية الجسيمات النانوية بالأغذية باستخدام المجهر الإلكتروني الماس سكانينج إلكترون مايكروسكوب، والمجهر الإلكتروني النافذ ترانسميشن إلكترون مايكروسكوب. ثالثا، تقنية الليزر دايناميك الضوئية، وتستخدم هذه التقنية لتحليل حجم الجسيمات والتصرف الديناميكي للجزيئات النانوية في الأغذية، والتحليل الإحصاء الحركي دايناميك لاتيس كارتن أناليسيز، تستخدم هذه التقنية لتحليل حجم الجسيمات والتصرف الديناميكي للجسيمات النانوية بالأغذية. تقنية فصل الموصل الحراري TFF ثيرمال فلويد فراكشنايش، وتستخدم هذه التقنية لفصل وتحليل الجسيمات النانوية من الأغذية وتحديد حجم الجسيمات وتوزيع الأحجام. لتحسين جودة الأغذية والمشروبات، يعتبر أحد التحديات الكبيرة في صناعة الأغذية والمشروبات يمكن تحقيق ذلك باستخدام تقنية الهندسة الصناعية النانوية. عندنا النانو سنسر دكتورة. النانو سنسر هي عبارة عن أجهزة صغيرة جداً تساعد على الكشف عن المواد الضارة أو الملوثات في الطعام والمشروبات، وتعتمد هذه التقنية على قدرة بعض المواد النانوية على تغيير خصائص الضوء أو الكهرباء عند تتفاعل مع مواد معينة. هنا عندنا نانو سنسر بهذه الصورة، الماجنتيك ايرون اوكسايد نانو بارتيكلز، مستخدم حتى يفحص يتحرى عن الدي ان اي الخاص بالبكتيريا الستيرا مونوسايتوجينز بالأغذية. النانو المواد المضادة للبكتيريا. Application of nano sensor in food. Application of nano sensor in food. Detections of chemical contaminants. عندنا مثل أمين وعندنا الإمبيسيلين. وفي detections of bacterial contaminants. مثل salmonella, Escherichia coli, Vibrio cholera, Staphylococci, enterotoxin. Detections of fungal contaminants. هنا راح يتحرر أما عن المواد الكيميائية، أو يتحرى عن البكتيريا والسموم البكتيريا الموجودة بالأغذية، وأيضا يتحرى عن الفطريات والسموم الفطرية مثل الأفلاتوكسين والكوليراتوكسين. دور السلايد اللي بعد. النانو فايبرز. يستخدم الغاز الكهربائي شحنة كهربائية لسحب الألياف فائقة الدقة من سائل بمقياس المايكرو أو النانو. راح نستخدم هنا الألياف النانوية في توليد في تعليب الأغذية. راح نحضر هذه النانو فايبرز بشكل غشاء، نسوي به الأكتيف فود باكجينج حتى يمنع نمو البكتيريا، وأيضا يستخدم كمضادات البكتيريا مثل الكاربول، الثايمول، الجلاكي أسيد، الكركم، هنا مضادات الأكسيد أنتي أوكسيدنت، الأسكوربيك أسيد، والفينول، الفوريك أسيد، والفيوسيانين. وأيضا يستخدم كمثبطات الفطريات الأنتي فنجل، عندنا الإزينشال أويل والكركم والبيتلايد هيدروكسي سينول. هاي النانو فايبر. نعم دكتورة. نعم النانو هناك نوع من أنواع المواد المضادة للبكتيريا.
وهي المواد النانوية التي تحتوي على جزيئات صغيرة جدا تحارب البكتيريا والفيروسات في الطعام والمشروبات. يمكن استخدام هذه التقنية لتحسين جودة الأطعمة الطازجة والمعلبات والمشروبات. هناك النوع من النانو فلتر، تقنية راح تستخدمها لتصفية المواد الصلبة والسائلة الصغيرة جدا من الأطعمة والمشروبات. يمكن لهذه التقنية التقليل من كمية المواد الملوثة والجراثيم في الأطعمة والمشروبات. التعبئة والتغليف النانوي، هذه التقنية هي الانكابسوليشن. دكتورة إذا تسمحي ترجعي لها انكابسوليشن. انكابسوليشن لا قبلها دكتور. نعم انكابسوليشن هي تقنية تستخدم لتغليف الأغذية والمشروبات في حزم صغيرة جدا مصنوعة من المواد النانوية، وتساعد هذه التقنية على الحفاظ على جودة الأطعمة والمشروبات لفترة أطول. هنا التيب توب أوميجا فري بريد، هذا نوع من أنواع الخبز الاسكتلندي، تم إضافة إلى تصنيع بإضافة المواد النانوية مثل الأوميجا فري اللي تتكسر عند وصولها للأمعاء. وعندنا الكانيولا أكتيف أويل، نوع من أنواع الزيوت العفو تستخلص من بذور الليفت، وهي تقلل الأبتيك أوف الكوليسترول لنسبة 14%. النان الكابسوليشنز هنا in form of micelles and liposomes or protein carrier protein based carrier system، تستخدم ك طورت تقنية الدروغ ديليفري سيستم، نضيف المواد الغذائية والسبليمنت بالطعام وأيضا بالبيفرجز برودكت المشروبات الغذائية. عندنا هنا النانو انكابسوليشن قبلها. نعم دكتور، النانو انكابسوليشن عندنا الليبسوم هي حويصلات كروية تمتلك على الأقل طبقة دهنية مزدوجة ليبيد بايلاير، وتستخدم لنقل المغذيات والأدوية العلاجية. عندنا سينجل سوليد ليبيد نانو بارتيكلز ونون ستراكشرال ليبيد كارير. وعندنا طرق تحضيرها هي عفوا هي هذا النان انكابسوليشن، اما بالفريز دراينج او سبراي دراينج. والمايسلز هي تمتلك هيدروفيليك هيد اند هيدروفوبيك تايل ان اكوا سوليوشن. اللي بعدها دكتور باكجينج. قبل ما نبدأ بالباكيجين خلينا نشوف طرق شلون نحمل المواد النانوية بالأغذية. تضمن التقنيات النانوية التي يمكن استخدامها في صناعة الأغذية والمشروبات التحميل النانوي، يمكن استخدام المواد النانوية لزيادة مقاومة المواد الغذائية للتغيرات البيئية مثل ثباتيتها تجاه درجة الحرارة والرطوبة وعوامل الأكسدة. التعديل النانوي يمكن استخدام المواد النانوية لتحسين خواص المواد الغذائية مثل اللون النكهة والقوام. التغليف النانوي الانكابسوليشن طرقنا له، هو استخدام المواد النانوية لتغليف المواد الغذائية وزيادة فترة الصلاحية والحفاظ على جودتها. التحرر النانوي يمكن استخدام المواد النانوية لإطلاق المواد الفعالة بشكل مدروس عندما تصل المادة الغذائية إلى الجهاز الهضمي. استخدام التشخيص النانوي، يتم استخدام المواد النانوية للكشف عن المواد الغذائية الملوثة أو الخطرة بشكل أسرع وأكثر دقة، هذا البايو سنسر. الباكيجينج، نعم عملية التعليم، نعم نعم قبل يا دكتورة قبل ما نعم هو الفائدة من الباكيجينج التعليم هنا لإصلاح الثقوب الموجودة أثناء عملية الترانسبورتيشن لنقل الغذاء، وأيضا للسيطرة على الاستجابة للظروف البيئية تخلي أكثر ثباتية من حيث أنه ما يتأثر بدرجات الحرارة العالية هذا المغلف بالغلفة النانوية، وأيضا نكون والتغيرات الرطوبة إضافة إلى alert customer if the food is contaminated، رح يحذر المستهلك بوجود تلوث بالغذاء، إضافة لاستخدام النانو فايبرز والنانو تيوبس. هسه الفود باكجينج أبليكيشن عندنا ثلاث أنواع هي رئيسية. الامبروفد نانو كومبوزايت هذا يحسن خصائص المنتج. بوليمر انكوربوريتد نانو ماتيريالز امبروف فليكسيبيليتي اند تمبرتشر موستر ستابيليتي بارير بروبرتي، زياده المرونه والثباتيه عند درجات الحراره العاليه والثبات عند وعدم التاثر بالرطوبه المحيطه والظروف البيئيه المحيطه. النوع الثاني هذا الامبروف فقط تحسين الخصائص. الاكتيف نانو كومبوزايت هو ان البوليمرات البلاستيكية المستخدمة في التعليب والمشتركة مع المواد النانوية راح تكون مضادة لنمو الأحياء المجهرية الممرضة. هنا راح تكون انتي مايكروبيال بروبرتي سواء ضد البكتيريا أو الفانجي أو حتى الباراسايت. الانتليجنت أو سمارت باكيجينج هذا التعليب الذكي. الباكيجينج انكوربوريتينج نانو سنسر تو مونيتور كونديشنز أوف ذا فود. هنا راح يشير الغذاء بفد نوع من أنواع الماركرات الذكية
يتغير اللون عند تغير الظروف الخزن في داخل الغذاء ويشير إلى عدم صلاحية الاستخدام العفو من قبل المستهلك. دكتورة اللي بعدها دكتورة سما. دكتورة سما يعني انتقل للشريحة اللي بعدها. نعم. تمام. ما طلعت عندي. هذه دكتورة لو بعدها. طالعة سمارت باكجينج هو أحد أهم أهداف التعليم الذكي، تحسس أو تزويد المعلومات عن مدى جودة الطعام أو المنتج. هنا راح نجي نعطي أمثلة. Intelligent packaging provide information that a consumer need to know with respect to product storage. راح يتعلم يتعرف على فترة الخزن and expire date and وجود علامة مثل hour glass تشبه الساعة. Label for meat product. هنا في داخل اللحوم هذا النوع من الماركرات عندما يتغير تتحلل البروتينات أو عند قدمها راح تنتج لنا أمونيا، وهذه الأمونيا راح تغير الماركر فيتحول من اللون الفاتح للون الداكن اللون الأسود. عندنا هناك نقدر نكشف عنهن عن ثلاث أشياء مهمة، هي التايم تمبرتشر هيستوري والمايكروبيال جروث إنديكيتر واللايت بروتكشن. دكتورة على الصورة حتى يكون واضح الكلام. الصورة دكتورة. دكتورة سما. دكتورة عيني. دكتورة سما. دكتورة. دكتورة الشريحة اللي بعدها. أنا راح أسوي داونلود للمحاضرة وأسوي بريزنت بيعمل دكتور نسرين يعني. ثواني. دعم دكتور. بس شوي ما يصير الداونلود لأنه ما منزلها أنا. زين دكتور ليش أنا أسوي مشاركة إلي يعني؟ موجودة مش هو سويها بعد. إيه دكتور نعم بس هذا شو الخيار ما مدى ياخذ. مو إشكال دكتور يعني مو إشكال هسه أنا. دكتورة أحب ليش أشرح غير محاور؟ نعم دكتور. تفتح البوربوينت مو دكتورة؟ نعم دكتور. أوكي يلا. بس. راحتكم متى تسجلين؟ دفو دم متى يجي دكتور؟ دي يقول غير مسموح لك مشاركة شاشتك. لا دكتورة خليناش كوهس بعد. زين شلون هسه هذا أجيبه؟ أوكي أنا راح إن شاء الله بس تنفتح ثواني أنا راح أسوي فرز الدكتور يعني. سويت شيء دكتور صار مشكلة هسه. أوكي ما. أي دكتور رجعت صورة؟ نعم دكتور. فهنا دكتور أنا مش شرحت على السمارت باكجينج. تايم تمبرتشر هيستوري هنا عندنا اول تمبرتشر انديكيتر راح يتغير اللون الموجود بالكوكاكولا هنا عن الوارب يكون شكله ابيض والكولد يكون لونه ازرق والبقيه هنا عندنا السين انديكيتر اوف الفريشنس والامونيا العفو هذه الانديكيتر موجوده هنا وعندنا بالنسبه للحوم هذه راح تتغير الانك الحبر راح يتغير اللون إلى يتغير في حالة وجود الأمونيا أو إذا كان قديم المنتج. دكتورة على السلايد اللي بعده.
نعم. هنا دكتور الساعة الرملية هاي تشير إلى اللحم إذا كان قديم راح ينتج كما قلنا غاز الأمونيا وبدوره راح يتغير اللون، اللون الداكن، فهذا يدل على رداءة المنتج وأنه قديم وغير صالح للاستهلاك. الأنتي مايكروبيال باكيجينج، قرينا الباكيجينج بسمارت باكيجينج وأكتيف باكيجينج، هذا النوع الثالث اللي هو أنتي مايكروبيال باكيجينج اللي يكون نضيف به مواد مع النانو بارتيكلز تكون مضادة للنمو الأحياء المجهرية. ليس فقط الأحياء المجهرية موجودة بالأغذية، أيضا المنتجات الغذائية الأخرى من السموم أو غيرها، عفوا المنتجات الميكروبية الأخرى. أنتي مايكروبيال أجنت such as organic acid مثل بنزويك أسيد، إنزيمز ذاك بازوزيم عن بكتيريوسين عن أكسجين أبزوربر، استخدمت مركبات مضادة مع ممزوجة مع المواد مثل ما تشوفون هسه هنا، هذا هو نوع من أنواع الأكياس البلاستيكية التي تغطى به الأغذية وتمنع نمو الأحياء المجهرية أو تلفها أو تطول الشيلف لايف الخزن إلها. السلايد اللي بعده دكتورة. نعم. هنا أنا هذه قائمة بأنواع الأنتي مايكروبيال والكوملي يوز أجنت والأبليكيشن. الكيتوسان نستخدمه أيضا أز أنتي مايكروبيال بالفروت والبريد والميت والفريش، عندنا إزينشال أويل غاليك أسيد واللاكتوفيرين لدايزوزايم من متر والنياسين. الأنتي أوكسيدنت كمضادات للأكسدة مثل إزينشال أويل واللجنين والبلانت إكستراكت فينوليك كومباوند، تستخدم سيرال والنيتس الفستق والميت والميت برودكت. الكربون دايوكسيد أبزوربر عندنا السيتريك أسيد والفيروس كربونات والصوديوم بيكربونات الميت والفروت والفيجيتابلز. الأكسجين الأبزوربر والسكيفيجينر عندنا الأسكوربيك أسيد والجاريك أسيد والجلوكوز أوكسايد والآيرون واللاكتوز. أغلب منتجات الخبز والنيت والميت وغيرها. هنا عندنا هذا جدول بأنواع المنتجات الموجودة عالميا اللي تدخل في صناعتها المواد النانوية. راح ناخذ مثل النانو تي تدخل في صناعة البيفرجز المشروبات، اسم الشركة النانو والمادة النانوية هي النانو سيلينيوم، يستخدم كجود سبليمنت اوف سيلينيوم فد يضيف إضافات غذائية يحتاجها جسم الإنسان. عندنا النانو سليم بيفرجز نوع من انواع المشروبات اللي احنا نقول عليها تستخدم للرشاقه. فود اند بيفرجز موجوده بالاغذيه يضاف الى الاغذيه والمشروبات. عندنا النياسين عفوا نانو سليم اسم الشركه، والليكويد سسبندد نانو بارتيكلز لو كلورايد دايت يستخدم للحميه وتكون قليل المحتوى من السعرات الحراريه. عندنا التيب توب بريد هذا شفناه بالإنكابسوليشنز، هو نوع من أنواع الخبز اللي يستخدم بالفود والشركة اسمها هنا أسترالية وإتز نانو سايز سالف أسمبلد ليكويد ستركشور نانو كابسولز أوميغا 3 فاتي أسيد. وعندنا كامتشي هذا نوع من أنواع الأغذية الكورية اللي هو سابيج ديش أصل شركة كورية and nanometric lactobacillus plantarum، هذا تضيف في إضافات غذائية ويشجع البروبايوتيك الموجودة اللي مهمة نوع أنواع الأحياء المجهرية اللي تكون مهمة لصحة الأمعاء والجهاز الهضمي. دكتورة اللي بعدها أكو هسه راح نجي إلى general application of nano particles بشكل عام. أكو works like containing to extend shelf life، هذا راح نرش مثل السبراي مادة نانوية على سطح الخضار والفواكه حتى تطيل فترة الخزن. دكتور اللي بعدها هنا عندنا nano non-stick coating، الطرق الحديثة المستخدمة حاليا أنه يمنع التصاق المواد اللزجة بالزجاجات مثل الكاتشب والمايونيز وغيرها. اللي بعدها دكتور اللي بعدها دكتورة النانو فلتر. النانو فلتر هذا راح يستخدم يستخدم أغشية ذات نفاذية جزيئية حتى تفلتر العناصر الأكبر من 0.001 مايكرون من مجرى سائل مائي معين، وهذا يعتمد على حجم الثقوب بالغشاء حتى ينفذ الأحياء المجهرية، عفوا هو المركبات الآيونز والأحياء المجهرية وغيرها والمركبات والكيميائيات والهيربيسايدز وغيرها اعتمادا على حجم الثقوب بالغشاء.
من ضمن هذه المواد اللي نقدر نرشحها من السوائل هي الانتيبايوتيك، المضادات الحيويه، ديسولفيد اورجانز، الهربيسايدز، عندنا الانسكتيسايد، المبيدات وغيرها، لاتكس ايموشنز، الميتال ايون، الايونات المعدنيه، النترات والسولوبل سالت والشوغر. هنا احنا كتطبيقات احياء مجهريه، قبل ما هاي الدكتور بس اسمحي لي، عندنا نقدر ايضا نفلتر الاحياء المجهريه. الاحياء المجهريه عندنا نانو فلتر 0.04 للبكتيريا و 0.04 للبكتيريوفاج او الفيروسات. احنا تطبيق للطلاب مرحله رابعه دائما يسوون فحص البلاك اسي، نفحص او نعزل من مياه الشرب ومن تاب ووتر، نحاول نعزل البكتيريوفاج ويسوون عد حتى يتعرفون على معدل التلوث الموجود بالمياه. في إن كان الكولوني فورمينج يونت أكثر من يعني كان كلش عالي، هذا التايتر مال فيروس إحنا نعتبره العينة ملوثة أو غيرها، لكن نستخدم مثل هذه التقنية وهي كلش مهمة ومفيدة حتى تعزل لنا البكتيريا والبكتيريوفاج من المياه. اللي بعد دكتور، هذا هو نوع من أنواع النونو فلتر اللي راح يستخدم maintain healthy TDS أو total dissolved solid، المركبات المواد الصلبة الموجودة بالماء حتى يعزلها، واللي تكون multi layer filtration أكثر من طبقة. دكتور اللي بعد، general application ice cream nano material to make their product look richer and better texture. هنا عندنا الطرق الحديثة، سابقا كنا نستخدم الايس كريم اللي كانت هي نوع من انواع اللي يكون جدا عفوا الكريمة، لكن الان نستخدم حتى نقلل من العفو الكلفة، يستخدمون مادة نانوية تزيد التكستشر وتعطي لون، يعطي لون جذاب للغذاء. وايضا البريد ميكر، قطع الخبز المحمص راح نرش عليه مواد نانوية حتى تحافظ عليه بالخزن من العفان وغيره، وايضا تعطي منظر لامع او كان يكون مشهي. اللي بعده دكتور، عندنا فود ستورج بين حاليا موجوده بالاسواق، هذا الفود ستورج بين اللي هي عباره عن ذني اللي احنا نخلي بهن الأغذية، هي تكون بلاستيكية لكنها في الحقيقة عبارة عن مواد بلاستيكية ومواد نانوية تمنع نمو الأحياء المجهرية وتحاربها. اللي بعده دكتورة، عندنا هذه ما واضحة دكتورة الصورة، ما واضحة، ننتقل نعيفها دكتور. لو سمحت بس شوي زغلب الحجم. طرح عليها دكتور. هاي نرجع لها. يلا عادي هي يبي دكتور هنا. نانو فايلومسينز ديتكشن سبراي، من الطرق الحديثة والذكية للكشف عن البكتيريا الممرضة في الغذاء هي نستخدم هذا النانو انرجيك لومسينز بروتين. هذا طبعا هذا راح يستخدم البروتين يرتبط مع الدي ان اي البكتيريا الموجود بالغذاء حتى يتحرى عن الاحياء المجهريه اللي تكون فايبل سيل، الفايلابيلتي تكون يعني حيه وبدها تتكاثر بالغذاء. فيعتمد انه اثناء الفعاليه الحيويه للبكتيريا عندما تنتج اي تي بي راح يرتبط مع مركب اللي بدوره عند ارتباطه بسطح الخليه البكتيريه راح يعطي اشعاع او ضوء ايمت لون متألق، فنقدر نعرف ايش قد الفيرال العفو البايكروبيال لود الموجود على سطح الفيجيتابلز او الانواع الاغذيه الموجوده. هنا احنا عندنا هذه كل الاضافات اللي ذكرناها والمواد والتقنيات العفو المواد النانويه، مو فقط نضيفها للغذاء للانسان، نقدر نضيفها ايضا لغذاء الحيوان باعتبار انه مشاكل عديده للماشيه وغيرها راح تسبب وفيات وامراض بسبب الافلاتوكسين اللي هو من السموم الفطريه الشائعه جدا والخطره واللي تسبب فقدان كثير من الماشيه بسبب ارتفاع درجات الحراره بجو العراق، وراح يسبب لنا يعني الفطريات تنمو بهيش درجات حراريه وتنتج الافلاتوكسين بالغذاء، فراح نضيف المواد النانويه ندمجها مع الغذاء. طبعا هي ما تأثر على الأحياء العفو على الحيوانات، إنما فقط تعادل التوكسين الفطري وتمنع أن يسبب بحيث تمنع أن يدخل الجهاز الهضمي ويسبب التسمم، حالة التسمم. اللي بعد دكتور، السكاري فاكت أباوت نانو فود،
عندنا الحقائق، حقائق المخيفة عن عن المواد النانوية. هنا عندنا تطبيقات الأمان الحيوي بالأغذية والمشروبات تشمل عدة أمور، والبايو سيفيتي ليفل إحنا نقول عليها. إحنا عندنا تقسم البايو سيفيتي ليفل بصورة أساسية لأربعة أقسام مهمة. إحنا عندنا بالنسبة للأحياء المجهرية أو المواد الكيميائية اللي تسبب لنا حالة من الأمراض أو أنواع الحساسية، نقسمها إلى عدة مستويات. إحنا بالنسبة إلى النانو فود أو المركبات النانوية، الدراسات تشير أنه يعني كل الأغذية الموجودة بها المواد النانوية ماكو عليها فد موجود عليها فد تحذير حالها حال بقية مثل علب التدخين أو غيرها أو المركبات، على اعتبار أنه الوحدة الرعاية الصحية يعني المعتقد أنه ما لها تأثير أو ما زال يعني مجهولة ميكانيكيتها وفعاليتها بجسم جسم الإنسان مجهولة. لكن الدراسات أثبتت أنه عندما تتراكم بسبب يعني الاستهلاك المتكرر من قبل المستهلك، راح تتراكم، راح يصلها تأثير بعيد المدى، وراح يكون لها تأثير. قسم من البحوث أشارت إلى حدوث التهاب inflammations and link بالرئة، أيضا يسبب حالات من التسمم الحاد عند وجودها بالغذاء بكميات عالية. وايضا هناك نوع من انواع يسبب لنا سلامه المواد الخام والمنتجات المستخدمه بالتصنيع، او يصير العفو اذا انتقلت ايضا الى البيئه مثل التسميد وغيرها، اضافه المواد النانوية راح تسبب لنا تلوث البيئه. بعد دكتوره، هو هذا اخر سلايد، بس اريد اضيف فد معلومه. احنا بالنسبه لنا كاحياء مجهريه غذائيه، احنا يعني هذا الموسم والموسم اللي قبله اكو عده مشاكل راح يعني تواجه الصناعات الغذائيه، خصوصا للاغذيه اللي طريقه الحفظ مالتها بالتجميد، منها الساكروفيل بكتيريا، البكتيريا المحبه للبروده. البكتيريا المحبه للبروده دي تسوي لنا تشالنجينج للحفظ، على اعتبار انه الاغذيه الاكثر طلبا بالسوق هو اللحوم، واللحوم من أنواع الدجاج وغيرها راح تتواجد بها بكتيريا هي تنمو بهيئة طبيعية بصورتها الطبيعية، والأبتمام نمو مالتها بدرجة حرارة الثلاجة اللي هي 28 إلى سالب 8. فحتى نواجه طبعا هنا غير ما يطلب المستهلك غير طريقة حفظ للحوم هي التجميد عندنا، فراح تواجهنا مشكلة أنه البكتيريا الساكروفيل اللي هي من ضمنها السالمونيلا والاستيريا من أشد أنواع البكتيريا وخطورة الموجودة بالأغذية. بهاي الحاله قد ربع سائل يسال دي يقول احنا صح احنا بدنا ناخذها هذا اللحم وراح نسوي له نسوي اثناء الطبخ حسب البسترايزيشن راح يموت هذا اغلب الميكروبيال الاحياء المجهريه اللي راح تموت بسبب، لكن اذا الاحياء المجهريه مثل البكتيريا وغيرها تموت بارتفاع درجات الحراره عندنا التوكسين الموجود بالغذاء ما راح يتكسر، واغلب التوكسينات البكتيريه والفطريه تقاوم درجات الحراره العاليه، هنا راح نواجه مشكله. وطبعا تزيد حالات التسمم بهذا الموسم والموسم القبله، واحنا بدنا نراقب هذا الموضوع خصوصا بالشهر السادس والسابع والثامن والتاسع، تزيد الحالات والمراكز الصحيه والمستشفيات هاي الموجوده في محافظه بابل تزيد بشكل مو طبيعي. فاحنا بدنا ننوه انه لازم نلقي الضوء على هذه المشكله، انه لازم نتحرى عن التوكسينات الموجوده بالاغذيه، على اعتبار انه عندنا طلاب دراسات نوجههم حتى يدرسون يشوفون تاثير يستخدمون خليط من المواد النانويه والمواد الطبيعيه مثل الاعشاب وغيرها حتى ينتج فد مواد تاثر على هذه البكتيريا او حتى على التوكسينات، تستخدمها كانتي كانسر انتي مايكروبيال انتي بايوفيلم حتى تخدم المجتمع وتفيد. نعم دكتور. نعم دكتور، هذه الفكره اللي احنا نريد نوجهها للطلاب، على اعتبار انه اغلب مو الكل يعني اغلب الافكار للطلاب انه يجي يعزل البكتيريا من الكلينيكال سامبل ويشوف عوامل الضراوه والجينات وخلاص، يجي يعزل انواع الخمار والفطريات
ويشوف عوامل الضرر وخلاص، ويتحججون إنه السقف الزمني والكلفة وغيرها، بينما إحنا نقدر نوجههم للجانب التطبيقي، الجانب التطبيقي اللي نقدر نستفاد من هذه التقنيات الحديثة حتى نكشف عن أنواع التسممات الموجودة لو هاي المشكلة حتى نلقى لها حل. طبعا أنا جدا أشكركم وطولت عليكم، شكرا جزيلا للحضور الكرام والدكاترة، إذا عندكم أي سؤال أو استفسار أنا جاهز. شكرا جزيلا دكتورة نسرين والدكتورة سما. الآن نفتح باب النقاش للأخوان. دكتورة نهاية تفضلي عيني. دكتورة نهاية. السلام عليكم. السلام عليكم. الله. عاشت الأيادي عليها المحاضرة القيمة من قبل الأساتذة. محاضرة مفيدة إن شاء الله. عندي سؤال بس، الدكتورة قالت إنه هذه يعني المشاريع وهذه الشغلات اللي صارت كلها وهذه المواد المستهلكة هي غير سامة. طبعا هذا الحكي ما اجى من فراغ وإنما من بحوث أكيد وتجارب عن السيتوتوكسيسيتي، لأن هو كلش مهم بعد الجانب التطبيقي. يعني أفضل شيء إذا من هذا الكلام كله اللي أنت حضرتش قلتيه بس ما أكدتي على هي المواد النانوية المستخدمة شنو، ما عدا يمكن ذكرتي بسلايد أكو نانو كاربون وما أعرف في مكان ما نانو سيلينيوم. نعم نعم دكتور. نعم دكتورة، إحنا حاولنا نقتصر للوقت، لكن هنا يعني كثير من المواد مستخدمه إلى فائدة. يعني مشروع الدكتورة استخدمت دكتورة، مشروع الدكتورة مو بعيد يعني كم أكملت، استخدمت سيلفر نانو بارتيكلز بليزر أبليشن ميثود وعزلت بكتيريا ممرضة من الدجاج المجمد، وكانت ملتي دراج ريزيستنت يعني العفو ملتي دراج ريزيست الانتيبايتيك يعني مقاومة للانتيبايتيك، وبها حتى عزلت من عندها جينات للسموم وغيرها. واستخدمت هذه السيلفر نانو سيلفر ويا يعني ضد هذه البكتيريا حتى أثبطها، فكانت يعني النتيجة كانت كلش حلوة. الدكتور أمير نانو سيلفر أكيد معروف إنه هو أنتي بكتيريال وأنتي بايوفيلم وأنتي فنجر. نعم. ما عندي إشكال بيه، بس نعم. نجي على الأغذية، يعني يا ريت نأكد على المواد اللي تكون يعني تفيد الجسم وهي محاكاة بالجسم. مثلا عندي نانو زنك أوكسايد، مثلا نانو سيلينيوم، عندنا مواد أخرى موجودة بجسمنا، يعني حتى إذا لا سامح الله بها قليل من التوكسيسيتي هي أصلا موجودة بجسمنا، ممكن أن تروح عن طريق يعني المعتاد. فيا ريت نعم. نأكد على المواد اللي موجودة بجسمه ونعاصر دقيقة الموجودة، يعني من نروح على الكربون على الفضة على الذهب اللي ممكن. دكتورة هو الكربون هنا يعني. عفوا دكتور حضرتك تتكلمين الكربون هنا اللي أنا ذكرته، هذا البايو سنسر ده يبحث يعني يبحث عن البكتيريا بالغذاء. أكيد. يعني مو إحنا نضيفه كأديتيف فود أديتيف، لا أكيد. بس هو أيضا نعم. يكون حتى بالباكجينج، يعني ما راح يكون بتماس ويا المادة الغذائية، فياريت نبتعد مثلا النانو تيتانيوم أو غيره. هذا ممكن في مواد أو في مجالات أخرى طبية أو حتى في تنقية المياه ممكن نستخدمها، لكن أنا أقول يا ريت يعني مثلا تعرفين حضرتك السايز يأثر، التركيز يأثر على التوكسيسيتي، وأيضا العنصر هو اللي أحيانا نستخدمه. أنا شفت مثلا أكو بعض المواد يعني السيلينيوم الزنك أوكسايد وغيره تكون موجودة بجسمنا هي أصلا، فحتى إذا حولناها إلى النانو ماتيريال ما راح تأثر حتى وإن كانت تراكمية. شكرا جزيلا. بس نعم دكتورة بس العفو، حتى الزنك دكتور هم تركيزه يكون معتدل، إذا زاد عن حجمه هم يعني إذا زاد عن المعدل هم أكيد. أنا يعني قلت هواية عوامل، يعني أكو التركيز أكو الحجم أكو الشكل كله يأثر على التوكسيسيتي. نعم بس قصدي إنه هذه المواد أصلا هي بجسمنا، مو مثل ما أدخل مادة غريبة الفضة أو ذهب داخل جسمي حتى لو كان ديتكشن. شكرا جزيلا. شكرا.